بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة يا جماعة زي ما احنا شايفين كشاف اهو جالي عشان اصلحه، والحمد لله صلحته. كانت الفيشة هي اللي بايظة فغيرناها فيشة تانية، وهو زي ما انتم شايفين كده فيشته صغيرة ما تجيش 40 سنتي. الكشاف ده فيه عدة ميزات، واحد ان هو بيشتغل كشاف امامي زي كده اهو زي ما احنا شايفين، وفيه وممكن يتقلب وتعمل زي كلوب كده اهو اهو، مسك كده وتمشي بيه زي ما احنا شايفين اهو. يعني ممكن يستعمل كمان زي فانوس رمضان. في حاجة تانية ان هو فيه مدخل USB اهو لشحن الموبايل، فده صراحة من حاجات عجبتني، من ضمنها شحن الموبايل. شحن الموبايل بتاعك يعني ممكن يكون باور بانك تاخده معاك في اي رحلة او اي مكان بعيد يعني، وهتحتاج تشحن الموبايل بتاعك. في حاجة تانية اهو بيشتغل بالطاقة الشمسية او بالانارة العادية ويشحن البطارية زي ما احنا شايفين اهو. خلية ضوئية، خلية شمسية زي ما احنا شايفين اهو، دي بتشحن الموبايل مثلا من الشمس او من اي اضاءة حواليه. فدي اهم ميزاته، بصراحة أنا عجبني عشان حكاية الشحن دوت، لأن ممكن أخده في رحلة ويفضى برضو الشحن، فهلاقي برضو ممكن يشحن ويسعفني ويشحن برضو، وممكن استخدمه في الإضاءة برضو في نفس الوقت. فهو رغم إن هو يعني رخيص فيه برضو ميزتين كويسين، وممكن يستعمل في رمضان كفانوس رمضان للأولاد برضو، مش هيقول لأ يعني زي ما احنا شايفين اهو. بصراحة أنا معجب بيه وحبيت أوريه لكم زي ما احنا شايفين اهو. ممكن يتطبق كده اهو. وشكرا.